الخير، يا صباح الورد، يا صباح الفل. أحلى شيء اللي يعلقوني أكل كثير. أنت ما تأكلون يعني؟ هاي شيء ما شاء الله على الأكسجين. المهم واقي الشمس، واقي الشمس. شوف خلني أشرح لكم الموضوع كيف الواحد يقدر يأكل وينبسط ويعيش حياته. شفتوا لو تقعدون بدون أكل؟ شفتوا لو تشمون ريحة الأكل بس شم وأنتم ما تتحركون؟ ما بتستفيدون. استغلوا فرصة الجو الحلو، والله والله أوكي، استغلوا فرصة الجو، اطلعوا امشوا، امشوا مشي سريع، امشوا. في واحدة معانا في النادي ما شاء الله نزلت 60 كيلو بسنة، مشيت على مدينة الملك فهد مرتين. أول شيء كانت تمشي مرتين كل يوم، والله لو شفتوا صورها قبل وبعد انت انها شيء ما تخيلونه. فهو الموضوع اني انا جسمي لازم يحرق في اليوم اوكي. طبعا اذا كان عندك عضل هذا تشوفونه، روحوا اي نادي اي اخصائيه تغذيه وخليها تسوي لكم الجهاز البي ام اي وتعطيكم اياه، تشوفون كم لازم تاكلون في اليوم. لازم اكلي يكون قد احتياجاتي اوكي. الفرق بيني وبين الباقيين، انا ما اشرب مشروبات غازيه ابدا ابدا ابدا. حلى المغرب وقعده المغرب وقهوه المغرب مين موجود؟ الشرب موجوده في حياتي ابدا ابدا ابدا. انا اذا الكليجه فيها دبس ما اكلها مثلا، انا اذا الكنافه عليها شيره ما اكلها. وش بعد يعني؟ رحت تركيا ورجعت ما ذقت بقلاوتهم لانها عباره عن شيره. انا الشيره ماني صديقة معها. وش بعد الأشياء المهمة اللي لازم تسوونها؟ لازم حبايبي أوكي لما تاكلون تذوقون، يعني أكلهم عبارة عن باجت وزبدة ويقعدون بس إنهم يعني كميات. دائما الناس تكتب على الكميات، الناس يبون كمية هالقد. هي هالقد هي المشكلة، مش المشكلة أني أكل هالقد بس أكل أحبه. المشكلة أني أنا مثلا لما أروح المطعم مثلا مكرونة أمس أكلناها 4، يعني صورت أنا 4 لقم حرفيا هذا اللي أكلته. أكل شيء أنا في الحياة يعني أكله ذواقه. ليش يا حلوين؟ ليش يا حلوين؟ صدق صدق صدق، وش كانت علاقتي بنفسي؟ وش صارت؟ صرت أحب نفسي. يعني أول كنت أجور عليها بالدايت القاسي، بإني أعيش على البيض، بإني بعدين لقيت إني أرجع أنفجع في الأكل زي المجنونة لما صار يعني عندي توازن أوكي. وترى أنا البزنس حقي عبارة عن بزنسي أكل، يعني لما أنا أسوي دايت تنزل المبيعات ترى قسم من بالله. ما أدري تصدقوني ولا لا، تسوي كذا هذا بزنسي، هذا يعني رزقي، رزقي رزق عيالي. ف وناس يعني شركة معاي يعني ما أنا مرقبتي اليوم الدين. فهو الموضوع زي كذا توازن، عرفتوا؟ بالانس، الله انجليزي يا مرسي. وبس حبوا الحياة واستانسوا.